سير تفضل سيدي. سيدي السلام عليكم. هضر بالجد. سيدي السلام عليكم. انا سيدي غوتو ليا في 3 ديال الليل، عندي واحد البنت شدوها شي وحدين عندهم طريب بورتور، هما 5 د الناس، دريه وسط السناك هزوها خطفوها من وسط السناك. هنا بلاصه سلام همبرجر، السناك اسمه همبرجر. هي واحد البنت جروها، الدريه ما بغاتش تزيد معاهم، واحد جبد لاكروس ديال الموز ضربها للدماغ، بغى يضربها بيديها طاكات على يديها، ضربها في الصباع 5 ديال الغرزات. ركبوا على الموتور تريبورتور، زادوا ضربوا واحد مول الطاكسي، تبعهم مول الطاكسي، غوت على المخزن لقاهم هربوا ما عرفهم فين زادوا. وانا المهم راه تتابع هاد الناس هادو مازال. وفاش يعني هاد الناس واش عندها كيعرفوها شنو؟ سيدي انا ما تنعرفهمش، هي تتعرف فيهم واحد الله اعلم، ما عرفات لا سميتو ولا والو، عارفاهم ولد طرست ساكن في طرست، هادو هي المعلومات اللي عندنا. ديكلاريت للبوليس، راه المخزن راه دابا في القضية في يد المخزن. وهم علاش بغاو يديوها؟ والو قالتها في السناك، ما عندهم والو، بانت ليهم الدرية هي وحدة أخرى، وعاوكي الدرية اللي معاها يلاه عندها 14 عام معاها بجوجات وسط السناك، ما فكتو معايا واحد، ما هو السناك راه عامر ما كاينش اللي يقدر يوصل، فكتو معايا واحد. المرأة تيقول لها الصحراوية ساكنة تما هي اللي فكت الدرية عندي، أنا ما عرفت الدرية، تغوتوا ليا راهي في السبيطار، لقيتها في السبيطار، من السبيطار مشيت لحي محمدي بيرمونونس البوليس، هما اللي غوتوا ليا باش داروا المحضر. باش كطلب دابا انت؟ اودي اش تنطلب؟ انا تنطلب من المخزن يعطيني حقي. انت وقع هادشي بالضبط؟ اسيدي وقع نهار 9 شهر 10 2020، وحد الساعة مازال ما خدتي حقك. الساعة مازال دابا هما جاو طالبيني، تنعرفهم والديها ترغب والرغب، واني انا قلت لها راه المخزن داكشي بيناتكم، ما هادشي اللي كاين اسيدي. تعاودي لنا شنو طرا لك بالضبط وحاولي. السلام عليكم. المهم كنت جالسه في السناك، هضري بالجد باش تخلص. كنت جالسه في السناك، المهم كنت كناكل، هما يجيو شي دراري بالموطور صافي بحال هكا، كنبغي يزروني ما بغيتش نمشي ليهم، جلست في الارض وما يضربوني ما يضربوني، كان بغي يضربني الوجه، درت يدي على وجهي صافي، وهربتني واحد السيده ومشاو للقدس تبعوهم البوليس، ما جدوهمش. وشحال وانا كنتسنى في لابيلونس وشحال دعمني ديال الدم، و كنطلب بحقي. الناس علاش بيديوك؟ كانوا بغاو يزروني. شنو بيديوك؟ اغتصاب. ولكن واش كان شي حساب بيناتكم؟ لا ما بيناتنا والو، صافي كنطلب بحقي دابا. حاولي تهضر، تعاودي لنا شنو بالضبط يعني، علاش هاد الناس؟ واش بنتي اليوم انت بوحدك؟ لا راه جالسه في السناك وهو مقرقب، واصلا هو داز ويقول عفاك طريق ديال القدس، هو غير بلعاني. ما بغيتش نمشي لهم، هو ضربني وضرب شي البنت. كنت معاك شي صاحبتك؟ كانت معايا صاحبتي. وهاد الناس شنو كانوا هازين؟ كانوا هازين، واحد هاز السنسله وواحد هاز الموس. والناس كيشوفوا؟ الناس كيشوفوا كاميرا والو. انت واحد ما دخل؟ لا. هذيك الساعه ديك اللحظه باش حسيتي باش جمعوا لي الظلم؟ حاولي تهضر. كنحس بالظلم حيت الناس كيشوفوا والو، حتى مشاو هما جاو البوليس عاد باش جابنا، كيقول لي واش ضربتي؟ واش مشا واحد المره اللي عتقاتني وداتني للدار، فمشيت للسبيطار حتى جا بابا، مشينا للكوميساري ديال حي محمد. وفاش الضرب اللي ضربتي فين ضربتي؟ ضربت في هذا حدا سنابي فين برجر. قلت لك فين ضربتي؟ فين جاتك؟ وحده في اليد وحده في الراس. الغراز يقول صافي. واش هاد الناس يعني قلتي لي كتعرفيهم شي واحد؟ كنعرف واحد ولكن ما بيناتناش شي علاقه. صافي. النصيحه ديالك للناس؟ نصيحه للبنات، مابقاوش تخرجوا في الليل، مابقاوش ديروا الثقه. حاولي تهضري بالجد. مابقاوش تخرجوا في الليل، مابقاوش ديروا الثقه. باش كطلبي دابا؟ بحقي.